السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الفنانة التشكيلية من غزة المحاصرة عزة حسن الشيخ أحمد، حيث تعرض قطاع غزة المحاصر لمدة 15 عاما لأربع حروب، كان آخرها البارحة. طبعا منطقة سكناية تعرضت للقصف لأكثر من 300 غارة، بيتي كان يهتز وتتناثر الشظايا في كل مكان. لا ملجأ لنا سوى الاحتماء بجدار غرفة أنا وكل أفراد أسرتي. عزائنا الوحيد أو عزائي الوحيد هو حينما أرسم وأوثق تراث هذا الشعب المكلوم. لوحاتي تحمل من التراث القديم المستحدث بصياغة معاصرة طبعا، وهذا جزء من أعمالي الملونة المرسومة على الكانفاس أحجام أكبر، أيضا توثق التراث الشعب الفلسطيني. طبعا هذا جزء بسيط من أعمالي على ورق الـA4. هذه الأعمال توثق التراث الشعبي الفلسطيني، تجسد المرأة الفلسطينية والتي تلبس الثوب الفلسطيني، ولكن الصياغة معاصرة. هنالك تجريد لبعض العناصر، سرد لحكاية فلسطينية، أيضا استخدام قطع الحلي من ورق الزيتون وثمار الزيتون، الطائر والذي يرمز إلى الحرية، فلسطين من خلال الخط، الشمس دائما في اللوحات وتشير إلى الأمل، احتواء الأم، التطريز كأحد العناصر المهمة، الموسيقى التي تبعث على الأمل وحب الحياة، الكوفية، العلم الفلسطيني، شجرة الزيتون، شجرة البرتقال، وفي الآونة الأخيرة قمت برسومات مختلفة أدخلت فيها اللون الأزرق رمز للون الموت، زرقة الموت دائما الباهتة التي تجتاح المكان. هذه الأعمال كانت آخر أعمالي، طبعا كلها قطع صغيرة ورقية، في منها من مثل الحرب والسلم، الحب، الحياة، وأشياء كثيرة في غزة.